إياك أن تظلم أيها المحامي، أيها المحامي اسمعني، الله يرضى عليك. إياك أن تعين ظالما على ظلمه لأجل المال، فالمال يزول ودعوة المظلوم لا تزول. الله قال لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المحامي إياك أن تظلم وأن تعين الظالم لأجل مال دنيء ورشوة خبيثة. إني لك ناصح أمين، نعرف من المحامين من يتقون الله ومن يدافعون عن الحق ومن يردون الباطل، كفر الله من أمثالهم. لكن نصيحتي للصنف الثاني، إياك أيها المحامي أن تظلم لأجل المال. يا رجل يا مسلم، امرأة دخلت النار بماذا؟ بماذا دخلت النار؟ بهرة ظلمتها دخلت النار. أسألك بربك، أسألك بربك، فكيف بمن ظلم مسكينا ويتيما وفقيرا على باب المحكمة؟ يقول مكحول، يقول مكحول الدمشقي: يؤتى بالظلمة يوم القيامة وبأعوانهم يجتمعون، قال: فيؤتى بمن مد لهم حبرا وبرى لهم قلما، قال: فيجتمعون في تابوت من نار ويلقون في النار فكبكبوا فيها هم والغاوون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إياك أن تظلم أيها المحامي، أيها المحامي اسمعني، الله يرضى عليك. إياك أن تعين ظالما على ظلمه لأجل المال، فالمال يزول ودعوة المظلوم لا تزول. الله قال لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المحامي إياك أن تظلم وأن تعين الظالم لأجل مال دنيء ورشوة خبيثة. إني لك ناصح أمين، نعرف من المحامين من يتقون الله ومن يدافعون عن الحق ومن يردون الباطل، كفر الله من أمثالهم. لكن نصيحتي للصنف الثاني، إياك أيها المحامي أن تظلم لأجل المال. يا رجل يا مسلم، امرأة دخلت النار بماذا؟ بماذا دخلت النار؟ بهرة ظلمتها دخلت النار. أسألك بربك، أسألك بربك، فكيف بمن ظلم مسكينا ويتيما وفقيرا على باب المحكمة؟ يقول مكحول، يقول مكحول الدمشقي: يؤتى بالظلمة يوم القيامة وبأعوانهم يجتمعون، قال: فيؤتى بمن مد لهم حبرا وبرى لهم قلما، قال: فيجتمعون في تابوت من نار ويلقون في النار فكبكبوا فيها هم والغاوون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.